شوقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، يتجدد بنا اللقاء وبرنامجكم صوت الناشئين كل يوم أحد في تمام العاشرة مساء. بسعد بلقائي بكم دائما. صوت الناشئين زي ما عودناكم دائما هو صوت من لا صوت له. بيكون طبعا معانا، يعني بنقول من أسوان الإسكندرية ومن سينا المطروح، صوت الناشئين بيكون معاكم في سلبيات وأجابيات كل قطاعات ناشئين أندية مصر، سواء مراكز شباب، سواء أكاديميات، القسم الأول للقسم الرابع موجودين معاكم. الإيجابيات بنقول لها شابوه، السلبيات بنقف عندها وبنتكلم بكل جرأة، لأن احنا دائما يعني صوت الحق في كل قطاعات ناشئين أندية مصر. طبعا أنا يعني اسمحوا لي في البداية عايز أحط عنوان لحلقة النهاردة، بقول الطيبون يرحلون. رحل عن عالمنا الفترة ديت أول أمس نجم كبير، اسم كبير، رمز كبير من رموز نادي المول العرب في عصره الذهبي، الدكتور محمد زمزم المشرف العام على براعم ناشئين نادي المول العرب، يمكن صورته معانا في الجنة إن شاء الله، كابتن زمزم الخلوق، الأب الصديق، رحمة الله على دكتور زمزم. أيضا رحل عن عالمنا نجم من نجوم نادي المقاولين العرب، يعني أنا عايز أقول القلب الطيب، الأدب، الأخلاق العالية، الكابتن وليد البرنس، أثر حادث طبعا كما أشيع إن هو أخذ جرعة بنج زيادة أدت إلى الوفاة. يعني أنا بنعي شعب مصر، بنعي كل منظومة نادي المقاولين العرب، سواء مدربين، سواء مجلس إدارة، سواء عاملين، لأن دول كانوا أحب اتنين يعني لقلوب كل من يعمل داخل نادي المقاولين العرب. يمكن في فيديو عايز أقول رد الجميل، الآباء يعني مهما يعملوا مهما يدوا لازم الأبناء يكونوا في ظهرهم. شفنا لفتة طيبة من أبناء نادي المقاولين العرب، والفيديو يكون معانا على الهواء حالا، وهم يحملون جثمان الأب والأخ والمربي والمدرب والمعلم دكتور محمد زمزم. كابتن زمزم، كابتن سعد عبد الباقي، كابتن مصطفى مرين، كابتن أحمد صابر، كابتن حسن حسام، كابتن عبد الفتاح صالح، كابتن محمود الشيمي، يمكن كل حبايبه وكل أبنائه وكل أصدقائه وكل أولاده، وده أحمد فهمي مدير أمن النادي، كابتن محمد رضوان، كابتن علاء نبيل، كابتن مختار مختار، الباشمهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة. دكتور زمزم ده كان قيمة وقامة، وكان يعني معشوق كل من يتعامل مع الدكتور زمزم. بنعزي، أنا بعزي نفسي وبعزيكم وبعزي زي ما قلت أسرة نادي المول العرب وبعزي مصر كلها. عايز أقول كمان الخبر، يعني ممكن أكون أنا متأثر شوية لأن الدكتور زمزم كان بيمثل لنا حاجة كبيرة جدا، يعني والد البرنس